عيد مسبعليه مساء الفل يا عيد. مساء الخير يا استاذ عبد الناصر. مصر اليوم في عيد. الله يخليك يا فندم. بقول لحضرتك الف مبروك اول حاجه للنادي الاهلي، وبمس على الاستاذ ضيوف. الحمد لله. كابتن احمد سليمان وكابتن حماده صدقي. اهلا بيك. وبمس على الكابتن اشرف قاسم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل يا عيد. والف مبروك للنادي الاهلي. عايز اقول لك النهارده اداء نادي الزمالك النهارده كان بصراحه كان فوق ال10، يعني 10 على 10. ولكن العبره بالخواتيم. العبره بالخواتيم، والتاريخ ما بيذكرش غير البطولات. العبره بالخواتيم يا فندم. طبعا. وبمس بقى اهم حاجه بس تمثلها على كابتن اشرف قاسم الله يخليك عشان انا بحبه جدا يعني. اهلا وسهلا بيك. قول لي بقى يا عيد اتفرجت فين في اسماعيليه؟ ده سؤالنا الكل. انا والله يا فندم انا اتفرجت عند اصدقائي في البيت عشان خاطر المدام عندي زملكاويه. يا لهوي. وهتلاقي اصدقائي عشان ما نتخانقش مع بعض. يعني انت هربت انت. نعم؟ هربت يا عيد. لا انا اتفرجت في البيت والله انا واصدقائي كده عند صاحبي كده، وبعد كده انا رجعت بقى البيت يعني عشان خاطر برضه انت عارف المدام يعني انا بحبها جدا، فمش عايز برضه ايه ازعلها يعني. حبيبي يا عيد ومليون مبروك ليك. الله يخليك يا فندم. يعني الاهلاويه في الاسماعيليه قليلين. قليلين جدا على فكره، ما بيحبوش الاهلي، بس انا طبعا هم نادره كلهم حبايبي وبحب النادي الاهلي جدا يعني، هم كانوا بيحبوني قوي يعني. ربنا يخليك يا عم عيد يا محترم. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا فعلا الاسماعيليه معروف خط القناه. هو خط القناه كله. خط القناه الزمالك يشجعوا فرقهم وبعد كده الزمالك. حتى لو في حد اهلاوي ما تلاقيه ساكت. ما هو بيقول لك عيد احنا نادرين. قال لك في اسماعيليه. ما هو قال لك احنا قليلين جدا. قليلين. ما احنا عارفين يعني المصري ويشجعوا الزمالك، اسماعيلي ويشجعوا الزمالك، السويس ويشجعوا الزمالك. ده انا حضرت ماتش الاهلي والسويس، بعتوني اغطيه من الجرنان. اقسم بالله كانت حرب شوارع. استاذ السويس القديم. ايوه حرب شوارع. ايوه. استخبيت في قهوه. كنت فين الراجل دخلني القهوه جدعنه، طلعت من الاوضه بتاعت المعسل بعد ساعه. حرب. بص كل من هو بيشجع الاهلي كان في الشوارع نفير. لا 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 لا. يوسف من سويسرا يا عم. سويسرا بقى وادب سويسرا. جنيفا شوكولاته. اوعى تكون انت ابو يوسف. ايوه ابو يوسف معاك. استاذ عبد الناصر ازيك يا ابو يوسف؟ يا حبيبي كلمتك انا في يوم ماتش المنتخب. حبيبي ابو يوسف تحياتي ليك ولكل المصريين في سويسرا. حبيبي الف 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 مبروك للاهلي. الله يبارك فيك يا ابو يوسف. الله يخليك وسلام للكوكبه الجميله اللي عندك كابتن ضيا والكابتن حماده والكابتن احمد. هارد لك كابتن احمد. ربنا يخليك. مبروك يا حبيبي. مبروك عليك. لا والله احنا فرحانين. المستوى كان ممتاز من الزمالك، بس الحمد لله الاهلي كان يعني هو اللي حسم، وكانت بطوله غاليه، وفي النهايه احنا كلنا كسبانين. طبعا صح. مبروك. 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 في النهاية الحمد لله الفرحة للكل يعني. أنا مش عايز الزملكاوية يزعلوا. لا مش يعني المفروض إن شاء الله كتير والبطولات كتير، بس الحمد لله الأهلي يعني جاب التاسعة، وإن شاء الله بإذن الله الزمالك يعوضها المرة الجاية إن شاء الله. اتفرجت فين في سويسرا يا أبو يوسف؟ والله أنا قاعد لوحدي في البيت، جايب كيس مكسرات وطبق فاكهة وقاعد مبسوط الحمد لله. الحمد لله ربنا. وشكلي هطرد من السكن عشان الزعيق اللي زعقته يعني. لا يا حبيبي ربنا يجعل كل ايامك سعاده. لان الجيران اشتكوني مرتين، بس مش مشكله عشان الاهلي كل يوم. ما انت عندك الدنيا مختلفه عننا. الصوت لما بيعلى الشرطه بتتدخل على طول. مش احنا هنا الصوت بيجيب الغدا. بس انا شايف عندكم ما شاء الله يعني ان شاء الله تعزمونا بقى. انا شايف حاجات جامده قوي عندكم. فين الحاجات الجامده دي؟ شايفها فين؟ حاجات جامده قوي. طب يا عم وليد ابو عجيل، الاستاذ وليد ابو عجيل المنسق بتاع فين؟ البرنامج شفتها فين؟ فين الصور يا عم بتاعت الخروف؟ صور ما هو فيها. والله العظيم نعرضها. لا 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 ما تحصرش مشاهدين بقى. صورت يا بيت فضحنا يا بيهت الصور بتاعت الخروف يا عم الحاج. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا استاذ عبد الناصر، وانا مبسوط من برنامجك ومبسوط من تجربتك. الله يخليك. وتحياتي للجميع عندك، والف الف مبروك للاهلي. تعبانين من الصبح. وتحياتي للاستاذ عبد الوهاب المعاطي، ان شاء الله ربنا يشفي الجميع يا رب. و حقيقي حقيقي كانت بطوله صعبه للاهلي يعني، بطوله صعبه ولكن الحمد لله. صحيح الاداء ما كانش حلو، ولكن الحمد لله النتيجه هي النهايه بتصبح. النجاح ياتي من رحم المعاناه. الاستاذ محمد بالزبط. شكرا بالزبط. يا ابو يوسف انا عايز فضل. مره ثانيه يعني ارحب بالكباتن
وبالذات برنس الكره المصريه كابتن اشرف انا كنت بحبه جدا يعني. ربنا يخليك حبيبي ربنا يكرمك. وعندي بس طلب صغير من الجنرال الكره المصريه، عايزينك تسخن بقى عشان ان شاء الله ترجع تمسك نادي الزمالك باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك، متشكرين ربنا يخليك بجد مبروك. والله احنا يعني كاهلاويه بنحترم الزمالك وما عندناش ادنى مشكله، صحيح في شويه كده حاجات في النص ان شاء الله ما ترجعش تاني، نتمنى ان شاء الله الكره ترجع تاني كوره وبس ان شاء الله. عايزين بقى المؤثرات والكلام اللي حصل دوت كله حقيقي كان مزعلنا يعني. لا ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ابو يوسف. الاستاذ احمد وليد من المحترم من ولاد صقر بيمس عليكم كلكم، شرقيه كلها والله بتتفرج عليكم سايبه التلفزيونات، والله العظيم يا جماعه انتم بترفعوا معنوياتنا والله. وكل التحيه للي معانا على صفحه مصر تايمز على الفيسبوك، والاعلامي عبد الناصر زيدان على الفيسبوك، وقناه عبد الناصر زيدان على اليوتيوب. كمان عندنا يعني صوره اللي هي صوره اليوم اهي، بعتها للكابتن احمد سليمان اهي يا جماعه عرضوها لنا. الكابتن احمد سليمان اختار دي صوره اليوم، فيا ريت يا جماعه ده اختيار الكابتن احمد سليمان عشان نعرضها عندك يا عطيه. كل الناس اللي طالبه مني مداخلات والله العظيم بحول للاعداد وزحمه لا تتخيلوها، وقاعدين ومستمرين معاكم عشان نرضيكم يا عطيه. يلا اللي بعده عشان التليفونات كتير جدا. طيب ماشي، ممكن اقول لك ايه، ما تدينا فاصل، ما تدينا فاصل لو سمحت، نستاذن الناس في فاصل نشرب طب حاضر الموسيقار حسن من الكويت عشان ما ينتظرش بس متصل دولي. اتفضل. منتظر من بدري يا مسيح. يا سياده الموسيقار ازيك؟ السلام عليكم يا كابتن عبد الناصر. يا هلا يا سياده الموسيقار اتفضل. منور يا باشا والله، وانت والضيوف اللي عندك وسعاده اللواء احمد سليمان والكابتن اشرف قاسم والكابتن حماده صدقي. اشرف قاسم الراجل خلوق البرنس ده بتاعنا. الله يكرمك يا السيد. اهلا بك يا سياده المستشار حماده. حماده صدقي ابن المنيا والناس الحلوه الكويتين، والف مبروك للاهلي. الله يبارك فيك. واستوديو جميل يا استاذ عبد الناصر، واحنا متابعينك وسهرنا بالليل وبالنهار وكله الحب عبد الناصر. بتتفرج علينا في التليفون ولا على بلازما في البيت؟ والله انا بتفرج على التليفون ومسهر البيت والدنيا كلها عبد الناصر عبد الناصر. يا عم الله يخليك يا سياده المستشار. والله واحنا سعداء فيك وربنا يكرمك، وانت انسان نظيف وشريف. الله يخليك. وربنا يبارك فيك ويخلي لك محمد واخواته حبيبي، ويخلي الكباتن اللي معاك والف مبروك. كرة محمود خطيب. أكرمك الله يا حبيبي، ربنا يخليك لنا يا رب، شكرا جزيلا. الله يخليك يا باشا، الله يخليك، كل عام بخير ألف مبروك. شكرا يا سيادة المستشار. ماشي ناخد فاصل بس ناخد كام رسالة. أنا صاحي والله العظيم من امبارح ومع ذلك مش قادر أنام. ومتابعكم محمد نوفل من استراليا. يا والله تشكر يا محمد يا نوفل. استراليا الصبح يشكر ايه؟ ما هو استراليا الصبح عشان كده بيقول لي صاحي. صاحي ايه؟ ده هو نايم ومرستق دماغه وقاعد بيشرب الشاي بتاع الفطار. استاذ احمد سعيد الجمال بيقول مبروك للكابتن ضياء والكابتن حماده، وهارد لك للكابتن كابتن اشرف والكابتن احمد سليمان. خالد ابو سالم من كوريا الجنوبيه. طبعا منورين الدنيا وبشكر حضرتك على المجهود العظيم ده، ونفسي اعمل مداخله. والله بتيجي ازاي من كوريا دي المداخله؟ لا ما بيبعت لنا التليفون، بس التليفون بتاعك ما بيجمعش ابدا، فيه رقم ناقص ولا ايه؟ هو دايما بيكلمني على الماسنجر وبعتني امارات وانا فاكره من شبرا وقلت له انت بتضحك عليا. الماسنجر اشتغل، لكن المكالمه اللي تمشي في السلك دي وتيجي صعب شديد. مش بيجمع معايا خالص. والله بتكلم بجد، كذا مرة حاول أكلمه من كوريا والله. طب يلا عشان أحمد بيكوح. هانجو كونجو بونج. الكابتن حسام والله نفسي أكلمكم حبيبنا. ومحمد عواد هنكلمك يا عواد بعد الفاصل. أنا مدحت من نيوجيرسي يا أخي، شايف الناس دي هنسيبها إزاي بس؟ يا عم نيوجيرسي يعني الصبح نام وصحي. لا فهم في المغرب. على رجل. المغرب دلوقتي. أو في المغرب. وبتاع حرام عليك. لو ينفع مداخله والله العظيم يا ريت. اه لا ده يشكروا طبعا. اتصل الاستاذ المحترم ايهاب دسوقي من امريكا. خلي بالك ده الناس دي. انا جمال من لبنان عايش في لندن. سلام يا عبد الناصر. والله العظيم الجمال ده من لبنان كلمني كنت ابكي من لبنان. والله لبناني عايش في لندن.
قال لي انا بستاذنك اقول لك انك ليك ناس كتيره بتتابعك لبنانيين ومعجبين باللهجه بتاعتك وكده، وشوف الناس بعت لنا فيديوهات ازاي شايف اهو من امريكا اهو 100 100. بس ده ما عرفت انزله من الفيس يا شباب. الاستاذ وائل مرعي سلام عليكم صباح الفل. الاستاذ البرنس شريف من المانيا يا ابن هات الجاكيت